أكد طلبة جامعة بغداد عبر كاميرا الرشيد استمرارهم على الإضراب عن الدوام تضامنا مع ضحايا التظاهرات الشعبية، داعين الحكومة إلى تنفيذ مطالب المحتجين المشروعة وإنهاء معاناة الشعب. اليوم احنا ما مداومين ومستمرين بالإضراب إكراما للشهداء الراحت، ولحد ما تنحل هاي القضية يلا نرجع للحياة الطبيعية. أدعو طلاب العراق بكافة الجامعات أن يعتصمون احتراما لأرواح الشهداء اللي راحت، كافي نزف دماء وكافي، نريد حياة سعيدة وحياة نعيش حياة بكرامة وبعيدا عن الطائفات كلها، وأدعو الشعب العراقي يتوحد بكل أطيافه، وأتمنى من الجهات المعنية أنه يهتمون بدماء العراق، كافي دماء وكافي تسيل دماء العراق من وراء اشياء يعني سياسه وسلطه وغيرها. الطلاب ناويين انه يستمرون بالاضراب الحق تحقيق المطالب. لحد الان اكو شيء بدائي نشوف من الحكومه استجواب يعني باستقاله عادل عبد المهدي، ونتمنى انه هذا الشيء يستمر بعد اكثر بقاله اكثر يعني من الحكومه. الطلاب مستمرين، دوام ماكو، وهذا الشيء ما همهم، لان سابقا عند سقط النظام الدوام وقف 3 اشهر وما اثر هذا الشيء عليهم. يعني حتى طلاب المرحله الاولى هسه يسالون انه اكو دوام او لا، احب نقول لهم انه دوام بعد الاضراب لحد ما تتحقق المطالب، يلا يعني نبدا نبلش بالدوام، وهذا الشيء ما راح ياثر علينا. الحكومه نالت انه طالبين انه السبت يكون دوام والعطله حابين يلغوها، وهذا الشيء مرفوض طبعا، لان احنا الاضراب هذا الشيء يعني موجود بالدستور ومن حق الطالب انه يسوي اضراب على الحق ما راح يحقق المطالب. طبعا اكيد دم الشهداء طبعا مو سهل، يعني مو هينه انه هذا الخساره اللي كل يوميه قاعد نخسر لنا 3 أو 4 شهداء او وصلوا عدد هائل. فاعتقد انه الدوام مو يعني مساله الدوام مو مساله رئيسيه بالنسبه للمطالب. اليوم احنا بجامعات بغداد ومختلف الجامعات الاهليه والحكوميه نعلن تضامن مع شهداء العراق، واحنا نرجو من الجهات المعنيه انه توقف نزيف الدم اللي يجري بالعراق. نعزي الشعب العراقي بشهداء المتظاهرات السلميه اللي يعني احنا طلعنا بها يعني كطلاب او كل فئات المجتمع، طلعنا بمظاهرات سلميه بس للاسف يعني خسرنا هواي هواي شهداء. يعني هسه حاليا فوق ال 15,000 جريح وفوق ال 435 قتيل، وهي مظاهرات سلميه. يعني احنا نطالب الحكومه يعني حقنة هاي الدماء راحت، يعني هذا الدم العراقي الجاي ينهدر، هاي الشباب الحلوة الجاي تروح بعمر الورود شنو ذنبها؟ يعني واحد بعد كل شيء ما شايف من الدنيا، شاب بعمر الورد عمره 20 سنة و22 سنة، كلها ماكو واحد بيهم عابر ال 25، كلها صغار جاي تموت مثل الورود هيجي، يعني هبان منثورة